صباحكم خير وعافية من جديد كل مشاهدي الأعزاء، وأجمل الصباح عندما نتفائل بأنه يوم جميل إن شاء الله. عشان كده بندعو ربنا سبحانه وتعالى في كل صباح أنه ييسر ويسهل على الجميع بإذن الله. دائما المرأة تبحث عن الجمال، تبحث عن التجديد، تبحث عن يعني أنها تطلع من جو الروتين. دائما المرأة في كل العالم يعني تتواصل مع خبيرات التجميل، حابة إن هي تكون جميلة، حابة إن هي تكون أنيقة. الليلة هنتكلم عن نوع جديد من أنواع المكياج، يعني حتى الناس ممكن تكون عاملة ميك اب دائم. الليلة عن الموضوع ده هنتكلم مع اختصاصية المكياج الدائم محاسن باني. مرحبا بيكي وصباح الخير، منورانا في هذا الصباح. يا أهلا وسهلا يا رشا، أهلا وسهلا بقناة الخرطوم، واهلا بكل المشاهدين، ومبسوطه انه اطير عليكم للمره الثانيه بقناه الخرطوم. احنا سعيدين بك كثير الليله محاسن معانا. وقد يستغرب الناس يقول لك يعني اخصائي مكياج شبه دائم، يعني لما يكون مكياج شبه دائم ده مريح جدا بالتاكيد لكثير من السيدات، يعني هي تكون في دائما في قمه الجمال طيله الوقت وطيله الزمن. تعريف يعني شنو احنا بنعني بالمكياج شبه الدائم؟ تمام، المكياج الشبه الدائم هو وضع اللون في الطبقة الأولى من الجلد، يعني بتقسم لأنواع، في منه جزء طبي وفي جزء تجميلي. احنا حناخد الجزء التجميلي. تجميلي نعم. بيكون في توريد الشفايف، التكحيل، الحواجب. نعم، ودي اكثر حاجات هي موجوده في الجسم في الوجه، وبتهتم بها دائما المراه في انها هي تكون دائما مكحله، حواجبين شكلها جميل ظريفه، لانه بتكون فعلا محتاجه انها هي يعني تترسم بطريقه على حسب شكل الوجه وكده. بيجينا في عصر السرعه وكل حاجه بتتمشى، والناس ما فاضيه وانت دايره تسرعي، وما كل الناس هم بيقدروا يظبطوا على حسب الشكل بتاع الوجه. ده بيتطلب بالتاكيد دراسه وبيتطلب خبره في المجال ده. طبعا طبعا، يعني نعم. ما حاجه سهله، لازم يعني تعرفي كيف المقاسات، لازم اي زبونه تجيكي تعرفي انه انت كيف تتعاملي معاها، كيف تاخدي مقاسات حاجبه عشان تطلع بالنتيجه وتكون راضيه عنها وبتقعد معاها يعني فتره، يعني ما حاجه الليله وبتروح، يعني نعم. فتره وبيقعد من سنه لسنه ونص. نعم، بشكل واحد ولا ممكن برضو يعني هي تغير شوية في الملامح؟ عشان سنة ونص دي ممكن واحدة تقول لك أنا أقعد بمنظر واحد سنة ونص، لكن دي حاجات أساسية، بعد كده أنت ممكن تزيدي أو تنقصي في شكل الميك اب العام بالنسبة لوشك. يلا أنا بفضل دائما أنه يعني الكاستمر لما تجي أنها تعمل المكياج الشبه دائم، أول حاجة لازم تكون عارفة كل التفاصيل، يعني قبل ما تجي تكون عارفة مراحله، عارفة اللي بيكون حاصل شنو. بفضل كمان انه رسمة الحاجب ما تكون عريضة، على اساس انها لو هي عايزة تعرض كده يعني تكون في تغيير. نعم، ما يكون حاجة ثابتة بالنسبة لها طوالي. حاجة ثابتة طوالي. نعم، طيب بتتعاملي كيف انت مع الزباين ومع بشرتنا ومع الالوان بتاعتنا المختلفة، الناس السمر، الناس اللونهم قمحي، الناس اللونهم فاتح، دي كلها الوان بتحتاج الى يعني شكل خاص، وبتحتاج الى انك يعني تعمل لهم الحاجة اللي هي بترضيهم، ومن الصعوبة صراحة ترضي يعني المرأة السودانية في المجال ده. والله يلا الحاجة دي بتعتمد على الزبونة نفسها في درجات اختيار اللون بتاع الحبر اللي بنشتغل به. تمام، يعني في وبيحكم بتحكمني تاني حاجة في تحديد درجة اللون اللي أنا بشتغل به، درجة شعر الحاجب. تمام، يعني هي ممكن تجيك الواحدة الشعر بتاع الحاجب لونه أسود، ما حتقدر تشتغلي لها بالوان فاتحه. نعم، لانه بيكون في فرق الشغل بلون مثلا بني والشعر بتاع الحاجب عليه اسود، فبيحكمنا في تحديد اللون الشعر بتاع الحاجب. نعم، دي الحاجة اللي بتحكم. طيب المعلومات المفترض انها والنصائح اللي ممكن تكون لازم تعرفها اي زمونه جايه تعمل يعني تجميل او مكياج دائم لوشها. تمام، انا حاخذ لك الحواجب مثال. يعني نعم، اهو بناخذ الان يعني دي سمراء ما شاء الله، لكن برضو ايوه شكل الحواجب. نعم، ظاهر بس هم خاتمنا بالعروض تقريبا. نعم نعم، قريبه شديد.
الوحدة قبل ما تجي تعمل الميك اب شيب دايم في حاجات لازم تعرفها. نعم. إذا بتستعمل أي كريم مقشر مفروض توقفه أقل شيء 10 أيام، ما يكون بالنسبة للناس السكري ما يكون السكر يعني مرتفع. ولازم أنت تكوني عارفة المعلومات دي كلها. أيوة طبعا لازم. الأول لازم. نعم. بالنسبة للحوامل ممنوع في الفترة الأولى. نعم. بعد الـ3 شهور الأوائل. 3 شهور الأولى ممنوع. نعم. بعد الشهر الرابع عادي ما في مشكلة. نعم. لازم تكون كمان عارفة إنه بيمر بمراحل بتاع التكشير، دي أكتر حاجة بتعبني. المراحل بتاعت التكشير، الأسبوع الأول بقشر. نعم. الأسبوع الثاني اللون بيكون باهت كأنك ما عاملة ولا شيء. نعم. الأسبوع الثالث والرابع اللون بيبدأ يغمق. نعم. بنرجع لأنه ثبات اللون بيختلف من بشرة لتانية. البشرة الدهنية ثبات اللون فيها أقل وممكن تحتاج لـ3 جلسات. نعم. والطبيعي انه جلستين، الجلسة الأولى والجلسة الثانية بتاعت كثرة الدهون الموجودة في الوش. ايوه. احنا حنواصل الموضوع ده ونتعرف على يعني البشرات المختلفة، لكن خلونا ناخذ فاصل إعلاني ونواصل إن شاء الله. تمام. هذا البرنامج برعاية جديد بشرق علينا، بنفتخر فيه بماضينا، ونفتخر أن عظماء التاريخ كانوا جزء مننا. بنتذكر أنه نحن عندنا تاريخ عريق، بمهد لأولادنا أحسن طريق. وبننبسط أكثر لما صفاتنا السمحة تحكي عننا. سباقين دائما في الإنجاز، لأنه ما بنقبل غير الصدارة، وحريصين جدا على مكانتنا المزروعة في القمة. غرسنا بذرة أملنا، حصدنا نجاحات دعمت عملنا، عبرنا ووصلنا وأرضينا طموحاتنا، في حساب السنين كملنا 60 ولسه مكملين. مصرف المزارع التجاري، ماض عريق وغد مشرق. فوري يا فوري الجديد شنو؟ الجديد جديد قلبك طمنه، ياكل اقوى وجاب لك هديه. فوري جاب شنو؟ حولني الفوري بمزاج غير البنوك السودانية، ما بس فيصل لك بيسجل، ده جديد يستاهل نعلنه. فوري يا فوري الجديد شنو؟ الجديد شديد قلبك طمنه، ده الجديد اللي يستاهل نعلنه. فوري أضاف ميزة جديدة، ميزة التحويلات الفورية لكل البنوك السودانية، يعني تحويلاتك ما بقت حصرية، كتر معاملاتك فوري معاك في كل إنجازاتك. فوري الأقوى بين يديك. المفاجأة الكبرى ولأول مرة بالوطن العربي، نمبر 1 معهد الأستاذ مهاجر بالتعاون مع مركز دكتور صبري أبو قرون، أكبر مركز للتدريب الطبي في السودان، يقدمان الكورس التأهيلي الطبي لكل الناجحين في الشهادة الثانوية القسم العلمي أحياء، الراغبين في دخول الكليات الطبية وطلاب السنة الأولى في الطب، طب الأسنان، الصيدلة، المختبرات الطبية، البيطرة، الأشعة، التمريض، العلاج الطبيعي وغيرها. يشتمل الكورس على
المصطلحات الطبية والعلمية. يقدم الكورس نخبة من أفضل الأطباء والمدربين المختصين في المجال: دكتور صبري أبو جرون، دكتور فتح الرحمن الحساني، دكتور محمد الفاتح البدري. معظم الطلاب اللي بيتأخروا في الدراسة الطبية الأكاديمية بتكون المشكلة في السنة الأولى، وعشان هم بيكونوا ينتقلوا من الدراسة في المرحلة الثانوية باللغة العربية ومعلومات بسيطة إلى الدراسة باللغة الإنجليزية واللاتينية وكم هائل جدا من المعلومات. الكورس ده معمول عشان يملا الفراغ في المنتصف، يخليك تبدأ الدراسة الطبية بقوة وكفاءة عالية عشان تحقق أعلى الدرجات وتخرج بتقدير ممتاز جدا بإذن الله. تبدأ الدراسة السبت 6 فبراير 2021 أونلاين. اتصلوا بنا الآن على 0937-3-0-5-0-114-49-11-09-254-4-7 أو زوروا موقعنا أبو آدم جوار الركيني الرياض شارع المشتل شمال بيتزا هات بحري أول ستوب شمال المؤسسة جوار ملحمة الأسرة ومبدى السبيل شمال محلية البقعة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، وبنواصل في موضوعنا مع خبيره التجميل الاستاذه محاسن باني اختصاصي مكياج شبه دائم. نواصل مع البشره الدهنيه. الناس بتشتكي من البشره الدهنيه، لكن هي اكثر بشره اعتقد انها هي ما بتتجعد بسرعه، انها هي بتلقي فيها مرونه وطراوه دائما، في لها ميزات، عندها ميزات كثيره مع انها متعبه، لكن برضو عندها ميزات ايجابيه كثيره. يلا احنا بالنسبه لنا سلبياتها اكثر من ايجابياتها في المكياج شبه الدائم. نعم. ثبات اللون فيها زي ما قلت لك قبل شويه بيكون قليل شديد. نعم. عشان كده بيحتاجوا اكثر من جلسه، بيحتاجوا اكثر من جلستين. الطبيعي نعم. انه جلستين هم لا بياخذوا 3 جلسات. الفرق بين كل جلسه والثانيه كم؟ الفرق بين الجلستين شهرين. شهرين يعني 45 يوم لحد شهرين. لحد شهرين. احنا ذكرنا انه لما تكوني جايه مثلا تعملي التقنيه دي لازم تكوني انك ما بتعملي كريمات مختلفه مقشره او كده. لا يلا نعم. ممكن انت بتكوني بتعملي بس قبل الجلسه ب 10 يوم توقفي او تبعديها. نعم. من المنطقه بتاعت الحاجب، باقي الوش عادي بس. نعم. تبعديها من المنطقه بتاعت الحواجب. في برضو دي ممكن تكون رسالة للعروسات، يعني انك انت لو عندك مثلا فرحك بعد شهر او بعد 15 يوم ما ممكن تعملي الحاجة دي الا قبل وقت كافي. بالنسبة للعروس لازم تعملوا اقل شيء شهرين. شهرين. يعني قبل العرس بشهرين او لحد شهر ونص، يعني دي اقل فترة. نعم. ممكن تعمل فيها الحاجة دي. طبعا الاشكال دي ذاتها عندها كم تقنيه، يا ريت لو ورينا الناس يعني التقنيات بتاعت الحواجبين والمسميات بتاعت المختلفه، الهير ستروك والمايكرو بيلدينج. المايكرو بليدينج دي تقنيات حديثه كثيره، يا ريت لو ورينا الانسات والسيدات عن التقنيات دي. تمام. يلا التقنيه هي كلها اسمها المايكرو بليدينج. نعم. بتجي تتقسم لاقسام، منها الهير ستروك اللي هو بيكون الحاجب كله شعرة شعرة، وده مناسب للناس الحواجبهم أصلا يعني غزيرة. نعم. بس فيها حبة فراغات بتقومي تمليها شعرات شعرات. نعم. في تاني الميكس، الميكس بيكون من قدام شعرات ومن وراء شيدينج. نعم. في تاني الشيدينج، الحاجب كله بيكون يعني مضروب بحاجة واحدة من البداية للنهاية. نعم. في تاني الأومبري بيكون مدرج، من قدام بيكون خفيف وبيتقل بيتقل كل ما تمشي ما تمشي لورا. نعم. الشيدينج والأومبري مناسب شديد لناس البشرة الدهنية، يعني بيقعد لهم فترة أطول، يعني البشرة الدهنية لما تعمل الشيدينج ممكن يكمل معها السنة. نعم. بس لو عملت ميكس أو أي حاجة ثانية لا بيكون 8 شهور. نعم. في أي آثار جانبية ممكن تكون للتقنية دي؟ لا ما في اثار جانبيه، لانه الشغل سطحي شديد وفي في الطبقه الاولى من الجلد، يعني عكس التاتو. دائما الناس بتسالك تقول لك انه شنو الفرق بين المايكرو بليدنج والتاتو. يعني المايكرو تحديث للتاتو،
التاتو بتدخلي في الجلد لحد الطبقة الثالثة. نعم. بس في المايكرو لا، تشتغل سطحي على الطبقة الأولى، بياخد فترته وبيطلع. نعم. يعني فترة ده ده, ده 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 سنة ونص أو سنة. أو سنة. يلا هو التاتو بيقعد كم؟ الطبقة الثالثة دي فوريفر يعني ولا؟ للأبد، بعدك بتبقي في إزالة، بتبقي في إنه كيف تطلعيه، لما نيجي يطلع بيقلب أخضر، بيقلب رمادي، بيقلب معاكي ألوان. ليه بيقلب ألوان؟ لأنه التاتو بيشتغل باللون الأسود. أيوة. يعني لما تشتغلي باللون الأسود لما نيجي يطلع بيقلب أخضر ولا رمادي. نعم. فده برضو فرق بينه وبين المايكرو، إنه في المايكرو بنشتغل باللون يعني درجات البني كلها لحد أقمق درجة في البني الدارك براون، بس أسود لا. نعم. ما بنشتغل بالخارج. عشان كده أنت بعد ذاك ممكن تغيري في الشكل وما يكون لك شكل واحد، لكن الشيب العام ممكن يكون إشكالية في الناس إنها هي ما قادرة تحدد الشكل المناسب لوجهها. أيوة أيوة. بعد ذاك تحدث في الحاجة دي. طيب نتكلم شوية عن هل هو بيأثر فيما بعد؟ مثلا بعد السنة ونص يقول لك أنا بعد السنة ونص عملت التقنية دي، تاني هيحصل شنو للشكل بتاع الحاجب بتاعي؟ بعد السنة ونص بيبدأ يختفي تدريجيا، اللون بيخف تدريجيا لحد ما يكون معفي. يعني أضرار لا، زي ما قلت لك لأنه الشغل سطحي. حتى سبحان الله في بعض الزبونات بيقولوا إنه شعر الحاجب بدأ يعني يكون كتير أو في يغزر لأنه حصل لها تحفيز. نعم. فما فيه أضرار، ما فيه أضرار. طيب الميك اب احنا ممكن نستعمله مع المكياج شبه الدايم، شنو اي انواع من انواع الميك اب؟ يعني لما يكون في توريد او في حواجب او في ما بيأثر على العيون حتى الكحل الشبه الدايم؟ لا ابدا ما بيأثر، يعني بتمارس حياتك عادي. حتى في الاسبوع الثاني لما اللون يكون باهت ممكن تقلي ببودره بتاعت حواجب او جل، فما له تأثير. ما فيه تأثير. طيب الكحل الدائم؟ الكحل الدائم ما هو خلاص يعني تكون مكحلة ما حتحتاج أصلا لكحل. بس ما بحبزه لأنه بيكون خلاص شكلك مألوف. يعني في حاجة تانية الآيلاينر، بس ده بكون يعني أو اسمه خط الرمش. أيوة. بيكون خط رفيع بين الرموش، بيديك إحساس غزرة يعني انه الرموش غزيره، يعني ده احلى الحقيقه واظرف يعني، وما بيقيدك لانه يعني الحياه أيوة ذاتها ما معروفه يعني. أيوة انك ما أيوة يعني أيوة خط الرمش افضل يعني من التكحيل. نعم. طيب تركيب الرموش برضو واحده من التقنيات ممكن تكون حديثه والناس بقت تتجه له في كأداة من ادوات التجميل. الى اي مدى برضو ممكن تكون محتاجه الى حاجات قبل وبعد التركيب؟ تركيب الرموش صراحة أنا علاقتي به ضعيفة، أنا ما بشتغله، بتشتغله مرة أختي. فقدر المفروض تحافظي عليها وما تتعاملي معاها على أساس إنها رموشك. نعم. بالذات اليوم الأول مفروض موية خالص، ما تكون قريبة من الرموش. نعم. لكن ما بتأثر على الرموش؟ لا، الطبيعية الموجودة لا ما بتأثر. نعم. طيب الحواجبين، الشعر بتاع الحواجبين بيقوم مرة تانية بعد العملية دي ولا لا؟ ده السؤال أكثر سؤال بتسأل له. نعم. الشعر بيقوم طبيعي، بتشيلي لو بالخيط أو في ناس بتقول لك إن إحنا ما بنشيل بنشقر، الحاجة اللي أنت أصلا بتعمليها كل فترة ومرة وتانية. نعم. طيب إحنا دارين نرسل رسالة للاهتمام بالبشرة مع التقلب بتاع الأجواء المختلفة والجو السوداني بيختلف، كيف نحافظ على بشرتنا، كيف نحافظ على جمالنا، كيف يعني دي كلها مكملات طبيعية للجمال الطبيعي السوداني. الصورة السودانية زي ما في، يلا التلوين اللي بيحصل الآن والتبييض والحقن وغيره وغيره، الناس تحافظ على بشرتها، تحافظ على نظافة البشرة، تحافظ على جماليات المختلفة. المحافظ يعني هي بنرجع لانه الموضوع قناعه، يعني موضوع التلوين والتبييض والالوان الحاجات دي قناعه. فالمحافظه على البشره تكون بالترطيب، تكون بالاهتمام كده. نعم. نصيحه اخيره ممكن نرسلها للناس المقبلين على عمل المايكرو بليدنج ولا المكياج شبه الدائم، في انه هو ممكن يكون مفيد لكثير من الناس اللي ما بتقدر تعمل الميك اب الخفيف.
كل الناس اللي عايزين يعملوا الميك اب الشبه الدائم لازم يكونوا ملمين الحته دي. انا هقولها كثير شديد، يعني الوحده لازم تكون عارفه هي جايه تعمل شنو. يعني تسالني انا تخش بتديها معلومه انت في انك انت دايره تعملي شنو. يعني لازم لما تجي تكون عارفه، يعني عارفه انه بقشير، عارفه انه اللون بيكون باهت، عارفه انه بمر بمراحل، عارفه انه النتيجه ما بتسهر طوالي بعد 45 يوم، ممكن تحتاج لي جلستين، ممكن تحتاج لي 3 جلسات. تكون عارفه انه يعني اللون بيختلف مني ليكي لاي زول ثاني، يعني البشرات مختلفة، الناس ما كلها واحد، ما كلها واحد، والألوان ذاتها ما كلها واحد. كده. مع الأجواء السودانية، مع البشرة العربية الأفريقية، بالتأكيد بتختلف الحاجات دي كلها. كده. شكرا لك كثير محاسن باني، أخصائية أو اختصاصية المكياج شبه الدائم. كنا لا بندعو إلى الجمال، كل الناس تبقى حلوة وتبقى جميلة وابتسموا وتفائلوا، الحياة جميلة وما في زول شيء، لكن إحنا كيف نحافظ على نفسنا ونحافظ على بشرتنا ونحافظ على جمالنا؟ كيف نبرز جمالنا بالطريقة الصحيحة؟ بالطريقة يعني الصحيحة ما تمشي المناسبة، وما الأوفر شديد، الصباح عنده حاجاته والمساء عنده حاجاته. شكرا لك كثير وموفق إن شاء الله. الله يديك، الله يخليك، تسلمي كثير. نواصل الصباح الجميل مع كل مشاهدينا الأعزاء، وإحنا دائما بندعو إلى الجمال. فاصل ونواصل.